السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي الغاليات. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير واحد المسمن مورق ومقرمش ومعمر، يعني صراحه كيجي رائع. وكذلك يعني الطريقه ديالو ان شاء الله غادي تكون واضحه وجد مبسطه، وغادي يكون كذلك مميز بالنسبه للحشوه ديالو، لاننا ان شاء الله غادي نحاول نقدمه بطريقه ديال البسطيله ديال الدجاج، وغادي نقدمه كذلك بشكلين مختلفين. نطوش عليكم الان مرتب المكونات وطريقه التحضير. فاول شيء اول غادي نبداو به هو العجين. غادي نحتاجو الى 250 غرام من الدقيق الابيض او الدقيق يعني الفورس، و 250 غرام ديال الفينو او السميد الناعم، يعني المجموع بيناتهم هو نصف كيلو، يعني 250 غرام دقيق و 250 غرام ديال الفينو. غادي نحتاجو كذلك لمقدار ملعقه كبيره من الزبده لينه يعني بدرجه حراره المطبخ. غادي نحتاجو الى زلافه خليط ما بين الزبده المذابه والزيت للتوراق. غادي نحتاجو الى ملعقه يعني تقريبا مقدار ديال ملعقه صغيره من خميره الحلويات او البيكنج باودر، مع ملعقه صغيره من الملح، وملعقه صغيره مملوءه من السكر الناعم او سكر سنيده. فهذا بالنسبه للعجين. اول شيء يعني في القصريه او في العجانه كنوضعوا يعني المكونات ديالنا كلها، وكنبداو هكا كنجمعوا في العجين تدريجيا بالماء الدافئ، كنبقاو نضيفوا تدريجيا حتى تنحصلوا على واحد العجين اللي لين ومدلوك جيدا. والان كما كتلاحظوا هو العجين ديالنا اصبح جاهز، يعني كيكون لين. غادي ناخذ واحد الاناء عريض اللي غادي نقومو بدهنو جيدا بخليط الزبده والزيت، باش غادي نبداو نشكلو هكا في كويرات اللي كتكون تقريبا متوسطه الحجم نوعا ما، واكيد كتكون متساويه. الان كما كتلاحظوا بعد ما انتهيت من تشكيل الكويرات كنقومو بدهن الوجه ديالهم جيدا بخليط الزبده والزيت باش ما كينشفش الوجه ديالهم، ومن بعد ذلك كنغطيهم بالبلاستيك الغذائي وكنخليهم يرتاحوا، يعني قد ما ارتاح العجين قد ما كيكون حسن، يعني نصف ساعه ساعه ساعتين او اكثر. والان غادي نمروا باش نتعرفوا على المكونات الحشوه اللي غادي تكون يعني بالطعم ديال بسطيله الدجاج. غادي نحتاجوا الى مقدار بصلتان متوسطتان مفرومتان ناعمان. غادي نحتاجوا الى كميه الدجاج، بطبيعه الحال الكميه كتبقى يعني اختياريه، يمكن لكم تضعفوا الكميه تقلوا منها على حسب يعني العدد ديال هاد المسمنات اللي باغيين تحضروا. غادي نحتاجوا الى حبتان متوسطتان من البيض. عندي هنا تقريبا مقدار ديال ملعقتان كبيرتان خليط ما بين القزبر والمعدنوس، ملعقه كبيره مملوءه من العسل. وبالنسبه للتتبيله غادي نحتاجوا ليها الى فصين من الثوم مفرومين، ملح، فلفل اسود، كركم او خرقوم، ملعقه صغيره من سكينجبير او الزنجبيل، وملعقه صغيره من القرفه يمكن لكم تعوضوا باعواد القرفه، وكميه من الزيت. ونمروا الان للطريقه. طنجرة اول شيء كنقوم تقريبا بوضع مقدار ديال 3 ملاعق كبيره من الزيت، كنضيفوا البصل المفروم ثم المعدنوس والقزبر والتوابل والثوم. بعد ذلك كنحاولوا اننا نقوموا بدمج هاد العناصر جيدا، نحاولوا اننا نشحروهم تقريبا واحد 3 او 4 دقائق. بعد ذلك كنمروا باش كنبداو نوضعوا قطع الدجاج، وكنحاولوا هكا ندمجوهم مزيان مع هذيك الخلطه باش يتشرب مزيان هذيك التتبيله، وغادي نخليهم هكا يتشحروا. من بعد ذلك غادي نضيفوا واحد مقدار ديال كاس متوسط من الماء، ومن الافضل يكون ماء ساخن. صافي الان غادي ما بقى لنا الا نغطيو الطنجره ونخليو الكل يتطهى تقريبا واحد 20 دقيقه. الان ها هو الدجاج ديالنا كما كتشوفوا اصبح جاهز، وكذلك المرق يعني خلينا حتى نشف. غادي نقوم بازاله هذوك القطع الدجاج، ودائما المرق كيف ما كتشوفوا انايا يعني راه نشف تقريبا من الماء. دائما الا كان الماء زايد تخليوه هكا على نار مهيله حتى كيتشرب هذاك الماء كامل، عاد كنضيفوا حبتان البيض. صافي كنبقاو هكا ندمجوا بسرعه حتى كيتطهى داك البيض مزيان مع خلطه البصل. وكما
كتشوفوها هي يعني الخلطة أصبحت جاهزة، ما بقى لنا الآن إلا نضيفو ملعقة كبيرة من العسل باش كيجينا يعني المذاق ديالو خليط ما بين الملح والحلو، لهذا هو المميز هاد الحشوة الرائعة. صافي تقريبا الان غادي نخليوها نتركوها جانبا باش تدفى قليلا، وغادي نمروا ناخذوا هاد قطع الدجاج باش غادي نبداو نقوموا بتفتيتهم او نقطعوهم هكا بسكين لقطع صغيره. والان هو الدجاج ديالنا اصبح جاهز، ما بقى لنا الان الا نضيفوا ليه الخليط ديال البيض والبصل، وما بقاو غادي ندمجوه العناصر كلها مع بعض حتى كينسجموا فيما بينهم. في هذه الاثناء يعني كما كنعرفوا بسطيله الدجاج كتبات معها كثيرا اللوز، اللي كيبقى بطبيعه الحال في هذه الوصفه اختياري، يمكن لكم فقط تكتفوا بالحشوه. انا هنا خديت اللوز وسلقته وقشرته وغادي يعني حيت لي الكشره ديالو، وغادي نقوم بقليه حتى كيتحمر، وغادي نقوم بازالته. يعني الا بغيتو تضيفوه نتوما ضيفوه، ما بغيتوش يمكن لكم تعوضوه كذلك بالكاوكاو اللي حتى هو كيجي زوين. ومن بعد ذلك كي تشوفوا بعد ما كنحمروا كنضيف لي واحد راس ملعقه صغيره من القرفه وملعقه تقريبا صغيره من السكر، وغادي نقوموا بالطحن ديالو. الان هي مكوناتي كلها صبحات جاهزه، الحشوه يعني كنتركوها تماما حتى تبرد. ها هو اللوز بعد ما حمرناه وطحناه، وعندنا ملعقه الزبده والزبده المذابه للدهن، وهو العجين ديالنا كذلك ديال المسمن خليناه حتى ارتاح جيدا. غادي نمروا الان باش نبداو نشكلوا في المسمنات ديالنا، يعني كندهنوا دائما مكان العمل جيدا. صافي كنبداو هكا كما كتشوفوا، يعني بعد الا كانوا الكويرات ديال المسمن مرتاحين كيسهلوا علينا يعني التوراق بزاف، يعني دغيا العجينه كتكون لينه ودغيا كتورق. وبعد ذلك يعني بعد ما كنسرحوها كناخذوا واحد شويه ديال الزبده اللينه وكندهنوها وكنرشوها هكا شويه بالزبده المذابه. صافي كنبداو ناخذوا كميات هكا من الحشوه اللي كنحاول اننا نضعوها هكا بشكل طولي في الوسط، كنحاول ان دائما تكون متساويه. وغادي نضيفوا فوق منها طبقه من اللوز المقلي. بالنسبة لعملية اللف يعني يعني جد بسيطة، كناخدو الطرف الأسفل هكا وكنحاولو أننا نقومو بغلقها، ونعاودو ندهنو شوية من الزبدة الفوق باش كيجينا مورق مزيان. صافي كنبداو هكا كنلفو، ودائما نحاولو أننا هكا من حدنا كنلفو حنا كنسرحو العجين باش كيجينا الأطراف كلها والسمك ديالهم كله متساوي. صافي من بعد ما كنشكلو على شكل شريط كنحاولو اننا هكا نبداو نمدو فيه مزيان هكا باش تجينا الحشوه هكا كلها موزعه بشكل متساوي، كيجيناش العجين يعني غليظ السمك ديالو. صافي كنشكلو هكا بشكل حلزوني، وهداك الطرف الاخير كنخشيو من الاسفل باش كيجي محكم الغلق. صافي كيكون هذا هو الشكل ديالها. كنوضعوها جانبا وغادي نمرو باش نحضروا واحده اخرى. كما كتشوفوا يعني العجين مرتاح، راه كيسهل علينا بزاف باش نطلقوا. فدائما من بعد ما كنطلقوا كناخذوا شويه من هذيك الزبده اللي بدرجه حراره المطبخ كندهنوها مزيان، وعاود كنرشوا طبقه اخرى من خليط الزبده والزيت. صافي كنوضعوا هكا الحشوه بشكل طولي الوسط، ثم فوقها طبقه من اللوز المقلي، وكناخذوها الطرف الاسفل كنحاولوها كنسدوها، ودائما كنمدوا دائما الحش يعني الاطراف تكون كلها متساويه، وكنبداو هكا كنلفوا. بعد ذلك كنمدوا الشريط جيدا وكنبداو هكا كنشكلوا فيها بشكل حلزوني، الطرف الاخير كنخشيو في الاسفل. يعني الطريقه جد بسيطه. الان غادي نمروا باش نشكلوا الشكل الثاني، حتى هو تقريبا غادي يكون بنفس يعني بنفس الطريقه ديال التوراق، غير الطريقه تاع الجمع ديالو اللي غادي تكون مختلفه. هذا كناخذو الطرف الاول كنوضعو هكا، ثم كناخذو الطرف الثاني كنوضعو هكا، كنشكلو هكا بشكل طولي. دائما كنحاولو نقادو الاطراف فيما بينهم. بعد ذلك كناخذو يعني الزبده كندهنوها مزيان هكا، وكناخذوا كميه من الحشوه كنحاولوا نخلو واحد تقريبا واحد 5 او 6 سنتيمتر، عاد كنوضعوا هكا الحشوه
ثم فوق يعني طبقة أخرى من اللوز. كناخدو هاد الطرف الأسفل كنوضعو هكا فوق منها باش نغلقو مزيان من الجوانب كذلك باش متخرجش لنا الحشوة. وكنبداو هكا كل مرة كنهزوه نجرو عندنا وحنا كنمدو في العجين باش كيجي العجين رقيق ومورق. صافي هكا كنبداو كل مرة كنجبدو وحنا كنلفو في نفس الوقت وكيجي هكا شكل ديالو متساوي ومحكم الغلق. غادي نوضعوه جانبا مرة نعمل معكم يعني واحدة أخرى بنفس الشكل. يعني دائما كنذكروا أن كنورقوا كندهنوا بخليط يعني بمقدار من الزبدة ثم رشوا كنلفوا هكا بشكل طولي. وغادي نستمر يعني بنفس الطريقة. نخليكم يعني الآن مع الفيديو، نتمنى أن الطريقة تكون مفهومة إن شاء الله واضحة عندكم. الان كما كتلاحظوا بعد ما انتهيت من تشكيل المسمن غادي نقوم بطهي كميه وكميه اخرى. يعني وضعتها هكا في صينيه وغطيتها بالبلاستيك الغذائي كندخلو المجمد كنحتفظ به وقت ما بغيتو راه كنخرجو مباشره كندهنو كندخلو الفران كيجي بحال يلاه سيتي. ان شاء الله نتمنى يعني تبعوا طريقتي وما غاديش ندموا ان شاء الله، خاصه اللي بغيتو تقوموا تخزينو. صافي يعني بالنسبه للكميه غادي ندخل الفرن كناخذ واحد المقدار ديال الزبده هكا وكناخذ فرشاة كندهن مزيان الوجه ديالو باش كيجي هكا حتى هو مقرمش ومورق. وبالنسبة للفرن يعني راه قمت تسخينه مسبقا على درجة حرارة 180 كتكون مدة الطهي تقريبا 120 دقيقة من الأسفل، ومن الفوق كنجعلو عليه ملي كيتحمر من الأسفل كنجعلو عليه من الفوق لمدة 5 دقائق. هنايا هو المسمن ديالي بعد ما قمت اخراجه كما كتشوفوا كيجي محمر والوجه ديالو هو حتى هو يعني مقرمش كيجي رائع كما كتشوفوا كيجي بحال يلا مصايبينو بالعجين المورق. كذلك الرائحه ديالو مشيتكم فيها كتجي كتشهي. الان غادي نمروا العمليه التزيين. طبيعه الحال اللي كتبقى دائما اختياريه، فاقتراح مني هذا الشكل الطولي غادي نقوموا يعني برشو جيدا الوجه ديالو بسكر كلاصي او سكر ثقيل. ومن بعد غادي نزينوه بالقرفه. وبالنسبه للشكل الثاني المحنشه ديال المسمن كندهنوها مزيان بالعسل اللي كنسخنوه قليلا. صافي كندهنوا الوجه ديالها حتى هو باش كيجيونا يعني نكهات مختلفه. وغادي نزين الوجه اللي يعني غادي نرشو هكا يعني اللوز افيلي او اي نوع من المكسرات او فقط يعني تكتفيو بالعسل. والشكل الثاني هكا غادي نعمل اشرطه هكا فوق من السكر بلاصي بالقرفه. والان كما كتلاحظوا بعد ما انتهيت من تزيين المسمن كيجي هذا هو الشكل ديالو. هذه هي المحنشه وهذا هو يعني السيجار طويل ديال المسمن معمر بحشوه ديال البسطيل الدجاج. صراحه الرائحه ما شهيتكم فيها كتجي رائعه بحال اللي مصايبه بسيطلات، وحتى العجين كيجي مقرمش ومورق. نتمنى ان شاء الله تجربوا. اكيد دائما ما كنساش انني نقطع لكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالهم من الداخل. فهنايا قطعت لكم محيطه كما كتشوفوا كيجي العجين مورق والطبقات يعني مفرقين على بعضياتهم ما كيجيش معجن بالمره. ان شاء الله حاولوا غير تتبعوا الخطوات اللي شرحت لكم. يعني دائما كنورقوا مزيان وندهنوا بالزبده ونرشوا بالزيت كيجي هكا مورق بحال اللي مصايبينو بعجين مورق. وكنا تبعتوا معايا يعني طريقه جد سهله ومبسطه وكيجي لذيذ تقدموا لعائلاتكم وضيوفكم. وكذلك يمكن لكم انكم تخزنوا كما شرحت لكم وسط الفيديو. وبقى لي الان الا نقول لكم الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي واحد لايك، ولا كنتو اول مره كتشاهدوني ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش توصلوا دائما بالجديد. وبقى لي الان الا نقول لكم الى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.